مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع فيها: موقع يمن مونيتور يتساءل كيف تحصل ميليشيا الحوثي على أكثر من 3 ملايين دولار يوميا. وفي موقع الوحدوي نت: لهذه الأسباب غرقت السفينة قبل أن تصل جزيرة سقطرى. من صحيفة القدس العربي: بنك في أستراليا يترك أبوابه مفتوحة في أول يوم من العام الجديد. صحيفة البيان: ومن الأخبار الأكثر تداولاً، محكمة إماراتية تنظر في قضية حفل زفاف أقيم على دراجة نارية. موقع يمن مونيتور يطرح سؤالاً في تحقيق خاص ويقول: كيف يحصل الحوثيون على 3.5 مليون دولار يومياً؟ وقال الموقع: الموارد النفطية لليمن تعد الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد والخزينة العامة للدولة، ومنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر وضعوا أيديهم على مؤسسات القطاع النفطي قبل بقية القطاعات. ويكشف تحقيق الموقع كيف أن المشتقات النفطية تعطي إيراداً للحوثيين بشكل سنوي حوالي 1.25 مليار دولار، أي 3.472 مليون دولار يومياً في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. وقال مسؤول اليمن مونيتور إن صالح شعبان الذي تم تعيينه وزيراً للمالية في حكومة الانقلابيين بصنعاء زار شركة النفط بعد يومين من تعيينه وزيراً للمالية، وطالب بتوريد الدخل إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، ما أغضب المسؤولين الحوثيين معلنين رفضهم توريد المبالغ لحساب حكومة الشراكة مع حليفهم المخلوع صالح. الموقع بوست يتابع ما تعرض له 5 من عمال النظافة في محافظة إب، وعنوان: ميليشيا الحوثي تختطف 5 من عمال النظافة طالبوا بمستحقاتهم. وينقل الموقع عن مصادر في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب للموقع بوست قولهم: إن مسلحي الميليشيا قاموا باختطاف العمال 5 بسبب مطالبتهم بمصروفات مالية لمواجهة ما وصفوه متطلبات أجور المواصلات ليستطيعوا الوصول لأداء أعمالهم، خصوصا في ظل عدم استلامهم لمرتباتهم كغيرهم من موظفي الدولة منذ عدة أشهر. ورجحت المصادر أن الميليشيا اختطفت العمال إلى معتقلها في مبنى الأمن السياسي الذي تختطف فيه العشرات من مناوئها منذ قرابة 2 عامين. في هذه المرحلة العصيبة والقاسية من تاريخ اليمن، يواجه الأكاديميون في جامعة صنعاء وبقية الجامعات اليمنية سلطات ميليشيا القتل والتجهيل للمطالبة بحقوقهم المشروعة ورواتبهم المنقطعة منذ 5 أشهر. كان هذا ما افتتح به الدكتور وديع العزعزي مقاله المنشور في موقع الوحدوي نت، وقال فيه: شيء مؤسف أن تعامل نخبة المجتمع وعلماء الأمة ومفكروها بهذه الأساليب. لطالما كانت الجامعة هي مصانع العقول ومراكز الإشعاع والتنوير وأدوات التغيير في أي مجتمع، ولكن في بلادنا أريد لها أن تكون مؤسسات خانعة وخاضعة للسلطة وأساتذتها منبطحين وتابعين تحركهم أينما تشاء وحينما تشاء، بل ووصل الأمر أن تكون تلك الجماعات كبقية المؤسسات ينخرها الفساد ويعبث بها الفاسدون حتى وإن كانوا بمسمى أكاديمي، فهم ولجوا إلى الجامعات في غفلة من الزمن وفي عتمة الظلام بقوة السلطة وأجهزتها الأمنية، فكانوا معاول هدم للعمل الأكاديمي وأدوات مواجهة لضرب وإحباط أي محاولة للتحرك من قبل النقابة لمطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس. نقول لزملائنا: وأنتم تبدأون برنامجكم الاحتجاجي من أجل الحياة بكرامة، تمارسون حقكم المشروع والمكفول في الدستور والقانون، تمثلون نبراسا وأملا للكثير من أبناء الشعب الكادح والصابر، ثقوا أننا معكم وإلى جانبكم ونقدر تضحياتكم وآلامكم، ولعل أوجعها هي خذلان حكومة الشرعية لكم، ولكي تكفر عن خطيئتها وتستغفر لذنبها ينبغي عليها فورا أن تدعم مطالبكم وتبدأ بصرف رواتبكم وتبذل كل السبل لحمايتكم. المجد في الأرض والسماء لكل أكاديمي حر شريف يقدس رسالته ويحترم مهنته ويتمسك بحقوقه ويدافع عنها، والخزي والعار لكل أكاديمي باع نفسه وتنازل عن حقوقه
مقابل حفنة من المال أو كرسي ومنصب زائل. موقع الاشتراكي نت تابع آخر الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون وعلق الموقع: الميليشيات تختطف الزميل الصحفي تيسير السامعي في تعز. يقول الموقع: اختطفت ميليشيات صالح والحوثي الزميل الصحفي تيسير السامعي في مديرية دمنة خدير في تعز جنوبي البلاد. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الميليشيات اختطفت السامعي أثناء مروره من إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في دمنة خدير، وتم اقتياده إلى أحد سجونها. يتابع الموقع: يأتي اختطاف السامعي ضمن سلسلة اختطافات طالت العشرات من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المناهضين لها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء. كشف تقرير لجنة التحقيق في غرق السفينة بالساحل الغربي من محافظة سقطرى أن أبرز أسباب غرق السفينة يعود إلى الحمولة الزائدة، حيث كانت تحمل على ظهرها ما يقارب 800 كيس من الدقيق والنخالة و1000 كرتون مشروبات غازية، بالإضافة إلى مواد بناء و13 قاربا فيبر جلاس. وقال الوحدوي نت إن لجنة التحقيق التي يترأسها وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية أوصت باتخاذ إجراءات وتعديلات ضرورية على اللوائح المنظمة لعمل الجهات البحرية ومنع إبحار أي سفن لا تحمل تراخيص أو شروط ومواصفات نقل الركاب. موقع مسند عنوان في صفحته الرئيسية: إيران تواصل تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي. وينقل الموقع تصريحات اللواء الركن فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن أن إيران ما زالت تخرق الأنظمة الدولية وتنتهك السيادة اليمنية من خلال محاولاتها المتكررة تهريب شحنات كبيرة من السلاح وإدخالها لميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس السابق علي صالح. وأضاف اللواء حسن في التصريحات التي استند إليها الموقع أن الجيش الوطني وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي ترصد هذه العمليات قبل دخولها البلاد، مشيرا إلى أن إيران تستغل بعض الموانئ التي تسيطر عليها الميليشيا ومنها ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة ونقلها من تلك المواقع إلى الجبهات بهدف تعزيز القدرة العسكرية للحوثيين وحلفائهم الذين يعيشون فترة تخبط وانهيار. ولفت اللواء فضل إلى أن إيران تنوع في عمليات تهريبها للسلاح من خلال استغلالها بعض التجار في نقل الأسلحة إلى بعض المدن أو الصيادين في السواحل اليمنية، موضحا أن الساعات الماضية شهدت ضبط كميات من الأسلحة معبأة داخل شاحنات كانت في طريقها للإنقلابيين. للصحافة دور كبير في إظهار نوعية النظام السياسي ومدى احترام هذا النظام للحريات الصحفية والإعلامية. حول هذا كتب عبد الإله الحريبي في العربي الجديد: في اليمن وسائل إعلامية مختلفة مرئية ومكتوبة ظهرت بعد توحيد اليمن أوائل التسعينات وتعززت بعد ثورة 11 من فبراير عام 2011. كان النظام السياسي الذي رأسه علي عبد الله صالح قبل ثورة الشباب يسكت الإعلاميين ووسائل الإعلام بطرقه الخاصة، ومن أهمها اغتيال أصحاب الرأي من الكتاب والصحفيين في طليعة من تم استهدافهم عبد الحبيب سالم مقبل صاحب أشهر عمود صحفي في اليمن، إذ كان كاتباً متميزاً وصادقاً مع الجماهير ويكتب بجرأة عن مراكز وقوى الفساد ليتم إسكاته عبر السم في عملية اغتيال يعرفها العامة قبل الخاصة. وهناك اغتيال لكاتب صحفي متميز تخصص في كتابة ملف عن التوريث في صحيفة الشورى، تم اغتياله ضمن زيارة علي عبد الله صالح إلى حضرموت وإسقاطه من أحد الأدوار في أحد القصور خلال زيارة رسمية. ولا ننسى ما تعرضت له صحيفة الأيام العدنية الأهلية من مضايقات وإيقاف متكرر، ففي عهد الانقلاب الحوثي تم اقتحام مباني وسائل إعلام وإتلاف ما في داخلها ونهبها، وكذلك إغلاق الصحف الأهلية واحتلال أجهزة الإعلام الرسمي. يفقد الوطن مناضليه وأدباءه من يذكرون فقط عند فاجعة فقدهم، ليعلم الناس من كانوا وكيف كانت ظروف معيشتهم في الحياة. وفي هذا قال موقع المصدر أونلاين: أعلن منتصف ليل الاثنين عن وفاة الأديب والمناضل البارز أحمد قاسم دماج في صنعاء بعد صراع مع المرض. يتابع الموقع بجزء من سيرته الذاتية ويقول: يعد الراحل دماج من أبرز وجوه ثورة 26 سبتمبر التي خاضت نضالاً طويلة من أجل الدفاع عن الجمهورية والثورة في وجه حكم الإمامة.
حيث قضى جزءا من عمره رهينة في سجون الإمام يحيى حميد الدين قبل ثورة سبتمبر، بينما كان لا يزال فتى يافعا. ونقل الروائي زيد مطيع دماج التجربة المريرة التي عاشها الراحل أحمد قاسم دماج ضمن أحداث رواية الرهينة الشهيرة التي وثقت جزءا مظلما من حقبة الإمامة وتم ترجمتها إلى عدة لغات. المناضل دماج شغل منصب أول رئيس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي ظهر ككيان موحد بين شطري اليمن منتصف السبعينيات قبل أكثر من عقد على إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. وله قصائد وكتابات متعددة حول الحركة السياسية والنقابية وطبيعة النظام السياسي، وحظي بحضور واسع في الأوساط الأدبية والسياسية منذ منتصف الستينيات. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعاود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونتابع آخر التطورات الاقتصادية، حيث قالت صحيفة الحياة اللندنية إن المركزي اليمني يحذر من المساس بأرصدته وودائعه في صنعاء. محافظ المصرف المركزي اليمني منصر القعيطي حذر من المساس بأرصدة النقد الأجنبي بالريال السعودي والدولار المحتفظ بها في خزائن المصرف المركزي في صنعاء دون الحصول على الموافقة. وشدد في رسالة بعثها إلى القائم بأعمال وكيل العمليات المصرفية المحلية على عدم جواز التصرف بهذه الأرصدة، محملا إياه مسؤولية المساس بها من دون علم المحافظ أو موافقته. وحض القعيطي على الاحتفاظ بكل الأوراق النقدية الموجودة في خزائن المركز كاملة من دون المساس بها، خاصة أنها تمثل التزامات المركز تجاه المصارف التجارية والإسلامية ومخصصة لاستخدامات محددة يوافق عليها المحافظ وفق الأنظمة والقوانين النافذة. عنونت صحيفة العرب الجديد في الشأن اليمني قائلة: نقص الوقود يهدد بانقطاع كهرباء عدن. مصدر في مؤسسة الكهرباء اليمنية قال إن عدن مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية في حال لم يتم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة بالوقود. وقال المصدر إن عددا من محطات الطاقة الكهربائية في مدينة عدن خرجت عن الخدمة نتيجة عدم تزويدها بالوقود اللازم بعد نفاذ مادة الديزل باستثناء تلك المحطات التي تعمل بالمازوت. وأكد المصدر أن عدن باتت مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية تماما إذا لم يتم التدخل العاجل لتزويد محطات الكهرباء بالوقود المخصص لها. وثق تقرير حقوقي صادر عن مركز وعي للإعلام وحقوق الإنسان أكثر من 1286 انتهاكا للطفولة والمرأة ضمن الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الضالع خلال الفترة من 20 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. وأوضح التقرير وفق صحيفة الاتحاد أن الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنزوح وحرمان الطلاب من الدراسة وتدمير المدارس وتضرر المرافق الصحية. ولفت التقرير إلى أن 19 طفلاً و13 امرأة قتلوا خلال عامين جراء القصف العشوائي على المنازل والقرى والقنص وانفجار الألغام التي خلفتها الميليشيات، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 193 طفلاً وامرأة، وأن أكثر من 1930 أسرة نزحت من مساكنها من دمت ومريس والعود. قبل أن تصبح مدارس صنعاء ثكنات للحرس الإيراني، تحذير من الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه في مقالها المنشور بصحيفة الحياة اللندنية، وقالت في أجزاء منه: سطو الحوثيين على المناهج التعليمية هدفه طائفي بامتياز، فلا يعقل أن الجماعة الإرهابية التي تفجر المدارس والجامعات هي التي تسعى لنشر العلم والثقافة بين أبناء المجتمع اليمني، بل هو تفخيخ واضح للمناهج وصبغها بالطائفية. عندما طرحت للقراء على تويتر فكرة الحديث عن الاستهداف الحوثي للهوية اليمنية عن طريق تلغيم المناهج، كانت ردود الأفعال تنم عن اطمئنان زائد حيال هذا الإجراء، وذهب الكثيرون إلى أنه ليس هناك داع للقلق اعتمادا على رفض اليمنيين لهذا الفكر الدخيل الذي يمثل أقلية. لكن هذه النظرة المفرطة في التفاؤل لا تنفي حقيقة قابلية الشعوب لتغيير هويتها
في ظل توافر عوامل معينة، وهو ما ثبت تاريخياً. فالهند كانت دولة مسلمة يحكمها المغول، وإيران كانت دولة سنية قبل سيطرة الصفويين، فالأمر جد مقلق، لا سيما وأن الحوثيين يسيطرون على أماكن ذات كثافة سكانية عالية، ولديهم انفتاح هائل على الخبرات الإيرانية في مجال تشييع المجتمعات. التعويل على سرعة حسم المعارك من جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية غير واقعي، في ظل الدعم الإيراني القوي للحوثيين، وفي ظل تخاذل بعض الدول العربية، وهو من شأنه إطالة أمد الصراع، ما يخشى معه إتاحة الفرصة للحوثيين لمزيد من التمدد وكسب الأرض. لكن دول التحالف والحكومة الشرعية باليمن ينبغي أن تكثف تحركاتها التوعوية للشعب اليمني، وتوجيه آلتها الإعلامية لتحذير الجماهير من خطر النفوذ الإيراني المتمثل في الحوثيين على هويتهم وخطورته على بنية المجتمع اليمني عن طريق الحملات الإعلامية والوفود الدعوية، قبل أن يتحول اليمن إلى محافظة إيرانية أخرى. ميدانياً، قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن طيران التحالف العربي صعد من استهدافه لتحركات ومواقع وآليات وسلاح الميليشيات الإنقلابية في اليمن للحد من قدراتهم وتوفير غطاء جوي لقوات الشرعية التي باتت تتقدم في أكثر من جبهة. وبحسب مصادر إعلامية في الجيش الوطني اليمني، فقد لقي اثنان من قيادات الميليشيات الإنقلابية في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة مصرعهما في غارات لطيران ومدفعية التحالف العربي والجيش الوطني، وتزامنا مع هجوم الميليشيات على مواقع الجيش الوطني في مديرية عسيلان بشبوة، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في منطقة عيينة ومفرق الحمي، وقصفت منصة إطلاق صواريخ في منطقة المعيقب بمديرية عسيلان، ما أدى إلى تدميرها. ومن أستراليا، وبمناسبة العام الجديد، عنونت صحيفة القدس العربي في واحد من أخبارها الأكثر تداولا: مصرف تركت أبوابه مفتوحة دون حراسة أو رجال أمن. وتقول الصحيفة: من المستحيل أن نرى مصرفا مشرع الأبواب ودون حراسة أو رجال أمن وخاليا تماما من أي شخص أو موظف، لكن ذلك حدث فعلا بأول أيام العام. تضيف الصحيفة: كان من المفترض أن يغلق مصرف كومنويلث في أستراليا أبوابه يوم الأحد، العطلة الرسمية في عدد كبير من دول العالم. وأكدت الشرطة المحلية أن فرع المصرف ترك مفتوحا، وقالت متحدثة أمنية: أبلغتنا امرأة تستخدم ماكينة سحب آلي أن أبواب فرع هامشير رود مفتوحة. توجهت الشرطة إلى هناك وانتظرت حتى أتى شخص وأغلقه. لا يعتقد حتى الآن أن شيئاً ما سرق. إلى واحد من أكثر الأخبار قراءة في صحيفة البيان الإماراتية، والتي قالت إن محكمة في أبوظبي أصدرت حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بعروس الدراجات النارية، وذلك بتغريم مواطنين اثنين مبلغ 10,000 درهم لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوجين بتقديم بلاغ يفيد بتعرضهما لوقائع سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأشخاص، وذلك لاعتراضهم على ما اعتبروه كسرا للمألوف وإقامتهما حفل زفاف على دراجة نارية جابا فيها شوارع المدينة، حيث قام العروسان بتسجيل سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي بأن استحدثا زفافهما على دراجات نارية، حيث انطلقت من أحد الفنادق لتجوب بعض شوارع أبوظبي برفقة مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين حضروا من بعض الدول الخليجية والعربية للمشاركة بهذا الحدث الجديد. وعلى ضوئها قام مجموعة من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم المتهمان، بتوجيه عبارات الإساءة للزوجين عبر مقاطع فيديو وتغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي. إليكم ما سيحدث في 2017. تحت هذا العنوان كتب الأمريكي ستيفن كارتر مقاله المنشور في الشرق الأوسط بترتيب مع بلومبرغ، وقال الكاتب: سوف تواصل ما تسمى الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا تأججها خلال العام الأول من رئاسة دونالد ترامب، لأن أسبابها الجوهرية ليست شخصية بل جيوسياسية. سوف يفاجئ ترامب الجميع بمن فيهم نفسه بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، إضافة إلى العقوبات التي أعلن عنها الرئيس باراك أوباما في نهاية شهر ديسمبر،
ولن تبدو على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي دهشة تقريبا. بمجرد تولي ترامب الرئاسة سوف يعيد اليسار اكتشاف فضائل ومزايا الحكومة المحدودة وبوجه خاص القيود الدستورية الصارمة على الممارسة المستقلة للسلطة المتاحة للمسؤول التنفيذي. وفي تحول آخر سوف يحتفي اليسار بسلطة الشركات بوصفها رقابة على الحكومة. سوف يستمر ذوبان جليد بحر القطب الشمالي حيث وصل الغطاء الثلجي إلى أدنى حد له في سبتمبر أيلول ويتضاءل كل عام. سوف يفشل آخر وقف إطلاق للنار في سوريا بإشارة من نظام بشار الأسد ورعاته من الروس مثل غيره من اتفاقات وقف إطلاق النار الأخرى. ومع استمرار المذبحة بلا هوادة سوف يتجادل الحزبيون المثرثرون حول الطرف المسؤول عن ذلك، ولن تحدث نتيجة ذلك الجدال أي فارق بالنسبة للسوريين الذين يموتون يوميا. أوقن أنني سأرتكب مزيدا من الأخطاء في عام 2017، لذا قررت أن أتعلم من كل منها. صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت صوراً لمنطقة صحراوية في الجزائر تعرف بأنها أكثر الأماكن حرارة في العالم. استيقظ سكانها على منظر فريد للثلوج، وذلك لأول مرة في تاريخ المنطقة منذ 37 عاماً، إذ كان آخر هطول للثلوج فيها شهر فبراير من عام 1979. نتابع الصور. نختم حلقتنا بمجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.